مرتي الراجل دي ما يبدل راه الرجال اخت شنيا يبدل يبدل ساعات ما تعجبوش مرته في الدار ويتدري عليه يبدل ولا ما يبدل شنيا اللي يخليه انه يبدل يقول لك ديما مقرونه ما يهموش هي باهيه معاه ولا خايبه معاه ولا وقتها معاه رجال راي ديما تبدل ينسي راهم رجال وزمان ما فيهم شمي مخه قال له كيكا مخه الراجل ما يتمنش مخه قال له كيكا بر مشي يبدل تعطي ما عندها صحيح تتلها بروحها تمكيش الروحة تقوم بروحة وبعد تتلهي بالكوشينة والمعون ودرجني ما يمن المرأة ما عندهاش وقت أختي المرأة ما عندهاش وقت باش توصل معناه باش تتلهي بروحة يا ويلها من صغار يا ويلها من معون يا ويلها من درجني كيفاش نجموا نتحصلوا على زوز يكونوا ناجحين العلاقة متاعهم تنجح في تونس كي تبدأ تبيع مع بعضهم معناها يتناجحوا كي يبدو مثلا برشا عبيد يتفاهموا مع بعضهم وساعات عبيد ما تتفاهمش معاهم فهمت كيف يعني يلزم تبيع تكون قريبه من بعضها لازمها تبيع ولازمها معناها قرا ويمكن من ليسي ولا يمكن من مكتب ويعرفوا بعضهم قبل وديك تعرف صاحبتها معناها على شنية تمشي ويحكوا مع بعضهم هذه تسمى صحبه باهيه تسمى صحبه معناها مش خايبه ذي اما كي تلقى طفله مش متفاهمه مع طفله ودرا كيفاش بتبيع على العلاقه عندي انا لهنا نحكيو ما بين علاقه الرجل بالمراه الراجل بالمراه معناه كيفاش معناه الراجل بالمراه يبدا علاقتهم علاقه الكوبل يعني ما بين راجل ومرته ما بين راجل وخطيبته شنو اللي يلزم باش تنجح العلاقه هذه بيناتهم لا يا اختي الراجل ديما يبدل راه الرجال اخت شنو يبدل يبدل ساعات ما تعجبوش مرته في الدار ويتدري عليه يبدل ولا ما يبدل شنو اللي يخليه انه يبدل يقول لك ديما مقرونه فهمتي كيف يحب يبدل الراجل ديما يحب يبدل ما يهموش هي باهيه معاه ولا خايبه معاه ولا وقفه معاه الرجال راي ديما تبدل ينسي راهم رجال وزمان ما فيهم شمي شنو اللي يخليه يبدل مخه قال له كيكا مخه الراجل ما يتمنش مخه قال له كيكا بر مش يبدل ما المراه يلزمها زيدة تعمل اللي عليها باش ما تخليش الراجل يبدلها بالله سامحني المراه تعمل اللي عليها تشد الصغار تغسل الماعون مسكينة والمرأة تمشي توصل صغارها للمكتب مسكينة وهو حتى كلمة يرحم والدها ما يقولهاش الراجل المرته فاش يحب يتغير روح نهار كامل وهي من كوجينة ونهار كامل وهي تصنف له كل شيء وتزيد تسمع استاكة من عنده ما هو يتعاونوا الزوز باش ينجموا ينجحوا العلاقة ما بين بعضهم هي يتعاونوا الزوز تنجم العلاقة مع بعضهم كي يحبوا بعضهم الراجل ولا المرأة كي يحبوا بعضهم العلاقة تنجح يعني يلزم الحب يكون موجود ما بيناتهم لازم الحب يكون موجود والعشرة مش تاخذ امرأة راجل في ما يحبهاش ولا هي تحبه وهو ما يحبهاش حتى المرأة مسكينة راه المرأة زادت عاني يا أختي يعني مظلومة المرأة من المرأة مظلومة على الآخر المرأة قلت لك تمشي تغسل الصابون تمشي تغسل الماعون تمشي تهز صغارها للمكتب كل شيء وديما حتى يرحم والديك ما يقولوا ليش وتحبيه ما يبدلش تي برا بدل علي كان علي أنا نقول له برا بدل تي حتى أنا باش نبدل يا كيكة لازمك تعيشي في تونس هذه يا أختي اي اما يلزم زيد المراه تعطي ما عندها الرجل كيف كيف باش يحاولوا ينجحوا العلاقه بينات تعطي ما عندها صحيح تتلها بروحها تمكيش الروحة تقوم بروحة وبعد تتلهي بالكوشينة والمعون ودرجني ما يمن المرأة ما عندهاش وقت أختي المرأة ما عندهاش وقت باش توصل معناه باش تتلهي بروحة يا ويلها من صغار يا ويلها من معون يا ويلها من درجني نشكرك مدام عايشة